بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه بس كده خالص. عايزين نتكلم ازاي نقدر اعمل conversion او تحويل من list لاري والعكس من اري لليست. يعني نفترض ان معايا list whatever list دي كانت ايه اري list او linked list اي حاجه وعايز احولها لاري والعكس برضه نفس الكلام. طيب طبعا كلنا عارفين class arrays بتجيبوا من باكج جافا دوكيتد دوت اريز اللي هو اريز وجافا دوكيتد. الكلاس ده في مجموعه من الستاتيك ميثود بقدر اطبقها على الاريز. طيب من ضمن الميثود الموجوده في الاريز في ميثود اسمها از ليست. فخليني اعمل بدل ما اعمل امبورت لكل حاجه لا خليها دوكيتد عادي اللي هو بستدعي الاول باكج وهاجي هنا هستخدم ايه. قلنا اول ميثود نستخدمها هي الاز ليست. يبقى كلاس اريز جواه ميثود اسمها از ليست. از ليست دي بتاخد بارامتر عباره عن اري تمام. فهي بتاخد اري الاري هنا اللي انا ببصيها في البارامتر بتحولها لي ليست. طيب تعال ناخد اكزامبل على الكلام ده. نفترض ان انا عندي مثلا مجموعه سترنج مثلا اري اسمها كلر مثلا وهقفل فيها مجموعه من الايه من الايتمز يعني. فخلينا نحط فيها مثلا جواها ريد وجواها مثلا وجواها بلاك مثلا وجواها جري تمام. فهنا سترينج اوف كلر اسف اري اوف سترينج فيها مجموعه من ايه من الايتمز. عايز ان انا احول الكلام ده لليست. فخليني هنا للتبسيط استخدم الايه اللينكد ليست. فهعمل لينكد ليست طبعا لينكد ليست اللي هي اوريدي امبلمنتد فين في الجافا. طبعا اللينكد ليست هنتكلم عنها زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت ان شاء الله هيبقى في السيريز بتاعت الداتا ستراكشر اند الجوريزمز هنشرح اللينكد ليست وازاي نعمل لها امبلمنتيشن والكلام ده كله باذن الله. يعني ربنا ان شاء الله يقدرني كده واقدم حاجه كويسه. فهنا هنقول لينكد ليست طبعا هنا جينيريك تايب فهبصيله وهقول لينكد ليست اوف في سترينج تمام. واقول له دي بتساوي مثلا لينك اي حاجه لينك مثلا ايكوال نيو انستنس يبقى نيو لينكد ليست اوف سترينج تمام. حلو الكلام ده. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ زي ما قلت لك كلاس اريز استخدم منه. يعني هنا ممكن اقول اريز اريز دوت از ليست. هي دي الميثود اللي انا عايزها. طيب اللي انا هعمله كالاتي. انا هباصي الاريز از ليست دي للبارامتر بتاع اللينكد ليست. طبعا هنا اللينكد ليست ككلاس هو بيستقبل هنا بيستقبل كوليكشن خد بالك. وانا بصيه ليست كولكشن عن طريق ان انا هحول الاري دي لليست وبصيها للايه لللينكد ليست بارامتر. فهاجي هنا في النص واقول له والله هبصي لك الاريز دوت طبعا في ميثود كتير فهقول له از ليست. از ليست ايه؟ از ليست للكلر بالظبط كده. هو حول الاري دي لليست كولكشن وبصاها في البارامتر بتاع اللينكد ليست. تعالى ممكن نبدا ان احنا نضيف شويه داتا كمان بالمره. نقول له لينك دوت اد اد مثلا هقول له اد اورنج. خليني كمان استخدم بعض الميثود الموجوده في اللينك ديس زي اد لاست واد فيرست. فخليني اقول له مثلا اد فيرست خليه يضيف مثلا اد فيرست هقول له ضيف لي براون. يعني صم داتا ان احنا ايه ضفناها. يعني ممكن كمان استخدم ميثود كمان ده كل الميثود دي كلها الاد والاد فيرست وكان ده خاص باللينكد ليست. ان شاء الله في درس اللينكد ليست لما نتكلم على الامبلمنتيشن بتاعها هنبقى نتكلم على الميثود دي كلها. ميثود جاهزه اصلا بتبقى موجوده جوه اللينكد ليست. يعني اقول مثلا دوت اد ممكن اقول له اد لاست. اد لاست ايه؟ ممكن اقول له مثلا حاجه زي البينك. فانا دلوقتي حولت الاري ليست وضفت مجموعه من الداتا. طيب اللي انا عايز اعمله ايه؟ عايز ان انا ابدا اطبع الايتمز دي
وبعدين احول الاريت. طيب انا دلوقتي حولت الليست، عايز اتاكد ان هي فعلا ان الاريت اتحولت لليست واتبصت لللينكد ليست، يعني اصبحت ان هي جزء من اللينكد ليست. هنطبع اللينكد ليست بكل بساطه. نطبعها ازاي؟ عندي هقول وايل في ميثود جوه اللينكد ليست اسمها از امبتي، بترجع لك ترو لو اللينكد ليست فاضيه او ما فيهاش ايتمز، غير كده بترجع فولس، ودي اللي احنا هنستخدمها. فنقول هنا لينك دوت از امبتي. طبعا هنا هنقول له بقى نوت امبتي ليه؟ عشان يكمل. هقول له هنا نوت عشان تبقى واضحه ايه، هقول له لينك دوت امبتي نوت لو هي مش فاضيه اطبع لي بقى اللي هو اللينك. فممكن اجي هنا اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت، ممكن اقول له لينك دوت طبعا لو انا عايز في حاله اللي هو اللينكد ليست دوت دوت بول. دوت بول هيسحب اللي هي الايه، تعالى كده نجرب ندوس رام. دوست رن بدا ان هو يضيف لي براون وريد وايت بلاك. طبعا ليه الكلام ده؟ هتبص هنا تلاقي ان انا قايل هنا لينك دوت اد فيرست للبراون. اد فيرست يعني هيضيفه في اول لينكد ليست، فاول حاجه اضيفها براون، بعد كده يخش الريد والوايت والبلاك والجري، بعد الجري هتلاقي ان انا ضفت اورنج. اد الميثود اد بس بتضيف في اخر لينكد ليست، فلما اقول له دوت اد اورنج هيخش ضيفاي بعد الجري زي ما حصل هنا. وبعدين هقول له لينك دوت اد لاست بينك، فهيضيف لي البينك فين؟ في الاخر. تمام؟ يبقى معنى كده ان هو فعلا حول الاري لليست واتعامل معاها كليست يعني. تمام؟ طيب لينك دوت بول دي بتسحب اللي هي اللي هي بتاع اللينك ليست اللي عليه الدور، يعني الايتم اللي موجود فيه. احنا بنتكلم ان شاء الله على الميثود دي بالتفصيل لما نيجي نشرح اللينك ليست. طيب خلينا نشيل الكلام ده. عايزين بقى نحول او نرجع اللينك ده تاني لاري، نعمل ايه؟ هقول له والله انا عندي اري اوريدي جاهزه اللي هي الكلر، اقول له هنا الكلر ايكوال ايكوال ايه بقى؟ عايزين نستخدم ميثود اسمها تو اري، فالليست ككوليكشن جواها ميثود اسمها تو اري بتحول الليست دي لاري. فلو جيت قلت لينك دوت تو تو اري ظهرت معايا على طول، تو اري ظهرت معايا على طول. طيب تو اري دي ايه؟ عايز هنا ابص له حاجه، فاقول له هنا تو اري هقول له كان يو اوبجكت من ايه؟ من سترينج، لان انا عندي التايب بتاع سترينج من اوبجكت. طيب وهنا هبص له السايز، السايز اللي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اللينك اللي هو سايز اللينك. فانا عندي ميثود جوه الليست او لينك ليست اسمها سايز، فاقول له لينك دوت دوت سايز. بالطريقه دي كده انا قدرت ان انا احول الليست دي بعد ما ضفت فيها شويه ايتمز ارجعها تاني للاري. طبعا انت ممكن تسال ايه ممكن استفاد حاجه زي كده او ليه؟ والله انت لما يكون عندك اري لما تحولها لليست تقدر تستخدم الكوليكشنز ميثود عليها، فبتديك افضليه كتير. فلما الفيديو كان ان شاء الله نتكلم عن الكوليكشنز ميثود اللي هو الكلاس كوليكشنز، نتكلم عن الميثود بتاعته، هتلاقي الميثود بتاعته كويسه جدا، بتعمل سورت، بتعمل حاجه اسمها شافل، بتعمل باينري سيرش، بتعمل حاجات كتير بتبقى جاهزه ليك يعني او بتريحك في الشغل. فانت ممكن تحول الاري لليست تعمل فيها الحاجات اللي انت عايزها، بعدين ترجع الليست للاري تاني. في اكيد اكيد بتفيدك في حاجه زي كده. طيب في حاجه بس ملحوظه هنا، ممكن حد يسال لي هنا المفروض ان الاري بتبقى ستاتيك سايز، يعني الحجم بتاعها مش بيتغير، وهنا انت مبص الاري هنا كام؟ اربعه، ازاز اربعه، وجاي انت في الليست ضفت كمان ثلاثه، فاصبح ان هو كله سبعه. ازاي بقى هترجع الكلام ده؟ الفكره هنا بكل بساطه ان لو بيقول لك ان لو الايتمز بتاعت الاري دي كانت اصغر من الايتم بتاعت الليست، اللي هيحصل كالاتي: ان في الميموري بيحصل ان في اري جديده بيحصل لها كريشن، تمام، او بيحصل لها اللوكيشن في الميموري بالسايز الجديد اللي انت بتبصيه هنا اللي هو السايز بتاع الليست الجديد، تمام. طب لو كان العكس، لو كان الليست والايتمز بتاعته اقل من الايتم بتاع الاري، بيحصل حاجه زي الاوفر ريتنج كده او الاوفر رايت، بيقول لك ان الايتمز اللي هي زياده بيحصل لها اوفر رايت من الاري او من الليست اللي انت بتشتغل عليها.
تمام، يعني معلومة مش هتهمك، بس انت تبقى عارف يعني احنا ليه بنباص السايز هنا بتاع اللينك، بتاع اللينك سايز ده، علشان نتجنب حتة ان اللي هو صيغة على الاري سواء قليل او اكبر. يبقى هو لو الاري هنا يعني هنا في حالتنا مثلا السترينج اري هو القاعدة ده اقل من الليست، لان اصبح بعد ما ضفت دول اصبح ان الليست كلها لبعضها كام؟ بقت 7 ايتمز زي ما شفنا هنا. يعني هنا الليست بعضها كام؟ 7 ايتمز، في حين ان الاري اصلا الاصليه عباره عن 4. فلما تيجي المفروض لما تيجي تباصي او تحول الليست الاري يعمل لك ايرور، لان الاري مش هتشيل السايز ده. فاللي بيحصل دلوقتي انك تبقى عارف ان بيحصل الوكيشن لنيو ميموري او نيو اري جديده في الميموري بالسايز بتاع الليست اللي انت بتبصيها. تمام. ايه اللي انت ممكن تحتاجه ده؟ محتاج ان انا اطبع الكلر ده علشان اتاكد هل فعلا الكلر اصبح اللي هو الليست، او الليست اتحولت لكلر، الليست هو الليكت ليست اتحول لاري تاني ولا لا. فعادي انا ممكن بدل ممكن اعمل فولو، ماشي هعمل فولو مفيش اي مشكله، مع اني صار الوقت كان ممكن اطبع على طول، بس مفيش اي مشكله. واعمل فولو هنا لللينك، لا انا مش عايزها لللينك، انا عايزها للكلر. وخليني هنا اقول له سي، تمام، وهطبع اللي هو الايه السي ده. اقول له السيستم، مش عارف الايه لسه ما بيكملش، السيستم دوت اوت دوت برنت لين، اطبع لي اللي هو السي. المفروض السي يطبع لي الايتمز دي كلها. تمام، فتعالوا ندوس ران. فعلا طبعا اللي هي البراون والريد وايت طبعا الايتمز اللي كانت موجوده في الكلر، واخد بالك. فاصبح دلوقتي ان ده كله اصبح جزء من ايه، من الكلر. حتى لو حابين نتاكد يعني كتاكدا، ممكن امسح الكلام ده وابدا ان انا اطبع حاجات يعني سبيسيفيك ايتم. اقول له مثلا كلر اوف زيرو، مثلا كلر اوف زيرو المفروض يطبع لي كام؟ المفروض يطبع لي اللي هي البراون بالظبط. مثلا كلر لو عايز اطبع اخر ايتم فاقول له اوف color dot length minus one عشان يجيب لي اخر ايتم، واخد بالك. ده كده انا ببصيله لاخر اندكس، الاندكس الاخير. فلو دوس المفروض يطلع لي كام؟ المفروض يطلع لي بينك. البينك بالنسبه لي هو الاخر ايتم موجود معايا في الايه؟ في الاري. فلو دوست فعلا ليه بيطلع لي بينك؟ معنى ذلك ان هو فعلا داف الايتمز دي ضافها للاري، يعني قدرت ان انا احول فعلا الليست للاري. اتمنى يكون الشرح بتاع الفيديو ده واضح، ولو في اي مشكله حاجه ممكن تبقى تكتب في الكومنت. تمام، بالنسبه للناس اللي بتذاكر مع نفسها وكده، انا في كتاب هنا برشحه، وهو كتاب جافا هاو تو بروجرام. الكتاب ده ممتاز جدا للمبتدئين، وهو يعني بصراحه هو بياخدك من انت مش عارف حاجه في البرمجه خالص، لان انت مستواك كويس جدا جدا في الجافا يعني. فانا انصح بجافا هاو تو بروجرام، تقدر تحمله من على النت مجاني، هتلاقي سوفت كوبي على النت مجاني. بس شكرا.